في الفيديو ده هنتكلم عن ال MD5 مسج دايجست 5، تمام؟ البادنج، اول مرحله فيه اللي هي ايه؟ البادنج. البادنج نفسه هو ال MD4، ال MD5 وال MD4 هو نفس البادنج، تقدر تشوفوها في الفيديو بتاع ال MD4، تمام؟ هنا بقى بعد ما وصلنا اللي احنا جبنا عملنا بادنج لل MD4، تمام؟ يبقى هو 512 512 512، تمام؟ ناخد كل 512 وهنقسمهم لوردز برضه، تمام؟ لوردز يعني عندنا الورد، قلنا الورد 32 بت، وعندنا 512 هنقسمهم على 32 هيدينا 16 وورد. يبقى عندي هنا يبقى من الام من 0 لغايه 15، يبقى الام اللي عندي هيبقى من 0 لكام؟ ل 15. الدي 0 ودي 1 ودي 2 ودي 3 في البداية خالص أول ما بشتغل على أول واحدة بيديني initialize دي 0 1 2 3، هو بيديني القيم من عنده، تمام؟ وبعد كده بمشي عليهم الفانكشن بتاعتي زي selection function اللي فاتت، تمام؟ بتساوي x and y or not x and z، دي اللي هي function x y و z. هنا زي دي 1 دي 2 دي 3 هناخدهم وننفذ عليهم الجزء ده، تمام؟ وبعد كده هنمشي لـ M0 اللي هو أول جزء لأول وورد عندي، وبعد كده T1 ودي 2 ودي إيه بقى T1 ودي 2 ودي 3؟ هنا في الـ MD4 كنا بنشتغل عندي 2 كونستنت بس، صح؟ لا، هنا في الـ MD5 عندي 64 كونستنت. ليه 64 كونستنت؟ لأني أنا هنا في المسج 5 أو الـ MD5، تمام؟ انا كل باص بمشي فيه كام خطوه؟ احنا قلنا عندنا 16 وورد في كل باص، وانا عندي هنا في الام دي 5 اربع باص، تمام؟ فانا بستخدم مع كل خطوه متغير مختلف عن اللي قبله، يعني هنا تي 1 تي 2 تي 3 تي 4 تي 5، تمام؟ فانا هنا عندي 16 خطوه وكل مره بستخدم متغير جديد، وعندي اربع باص، يبقى هضرب 4 في 16 هيديني 64، المفروض يكون عندي 64 متغير، دول قيمهم، تمام؟ كل متغير له قيمة متعرفة أنت مش بتجيبها، تمام؟ فأنا كده خلصت أول، بعد ما أخلص أوصل لـ 16 هيبقى معايا دي 0 1 2 3 قيمهم مختلفة عن اللي دخلوا لي في الأول، هاخدهم وأروح بيهم الباص 2، تمام؟ نفس فكرة الـ MD4، تمام؟ فهاخد برضو هبتدي بقى الدي زيرو الجديده هتساوي دي زيرو القديمه اللي هي جايه لي من الباستو ده في اول خطوه، تمام؟ وهكذا، والدي 3 تساوي دي 3 ده في اول خطوه خالص، ده هو في الخطوه دي، تمام؟ لكن بعد كده بقى بعد ما اعدي الام دي 5 برضو نفس الحكايه، الام هنا ترتيبها مش واحد، الام دي ليها قانون معين او ترتيب معين، تمام؟ اللي هو محسوب من القانون ده، تمام؟ هنا التي بتبتدي هنا من 17، ليه؟ لان الباص الثاني الباص الاولاني من 1 ل 16، فالبدايه هنا من 17 لغايه 31، البدايه اللي بعد كده في الباص الثالث هيبقى من 32 وهكذا، وهننفذ في الفانكشن دي، تمام؟ اللي هي جي اكس واي اكس واي وزد، اللي هي اكس اند زد او واي اند نوت زد، تمام؟ دي ما بين دي 1 دي 2 ودي 3 اللي هي مكان اكس واي وزد، والناتج اللي هيطلع 32 بت ما بين كل واحده والثانيه، تمام؟ والشيفت هنا برضو كام؟ 5، كل واحدة ليها شيفت مختلف، ما ننساش الحكاية دي. بعد ما أخلص هيبقى أنا معايا برضو دي 0 3 و2 و1 من الباص رقم 2 أشتغل بيه هنا، تمام؟ وهنا أبدأ من دي 33 لأن آخر حاجة كانت في الباص 2 32، تمام؟ وهكذا أبتدي بقى أنفذ برضو الفانكشن الباص رقم 3، الفانكشن دي اتش اكس واي وزد اللي هي اكس او واي او زد، ده اكس او واي اكس او زد، تمام؟ وهكذا ابتدي، يبقى انا كده عملت ابديت لما اوصل لغايه اخر ام 16، تمام؟ يبقى انا وصلت لكام؟ دي و 0 و1 و2 و3 مختلفين، يبقى عندي المفروض ده الباص 4، ده المفروض الباص رقم 4، تمام؟ دي مش 3 دي 4، تمام؟ هيبقى برضو عندي المعادله بتاعته نفس الكلام كلهم زي بعض، هو كده مفيش فرق ما بينهم، تمام؟ دي 0 دي اللي هو في اول مره خالص دي اللي جايه لي من الباص رقم 3، تمام؟ وعندي ام 0 اللي هي دي كل مره بناخد نفس الام، يعني ال 16 ام دولت بنشتغل بيهم في كل باص،
تمام. انا عاوزها تبقى واضحه بس، يعني نجيب صفحه جديده كده برضو تبقى واضحه، عشان انا عندي هنا 512 تمام، وعندي دي زيرو لغايه 3 تمام. في البدايه بيبقى مديانا كمان ثابته، دي في الام دي 4 والام دي 5 الاثنين زي بعض. بمشي اول باص مثلا او الباص بتاع المرحله اللي انا فيها بيبقى استخدم الكلمه الانيشال دي، بعد اول باص بيبقى قيمهم اتغيرت بستخدمهم في تاني باص لغايه لما اوصل لاخر باص عندي في المرحله، يبقى عندي قيم جديده لدي 0 ودي لغايه 3 تمام. في المرحله اللي بعدهم البدايه بتاعته تمام، مش هستخدم الانيشال، هستخدم اخر حاجه وصلت لها هنا، وهكذا وهكذا لغايه لما اوصل لاخر حاجه تمام، اخر 512. هنا بقى كده هوصل لاخر 512، اخر قيمه هوصل لها لدي 0 ودي 1 ودي 3 لغايه دي 3، هي دي 3 دي الدايجست بتاعه المسج او بتاعه التكست اللي انا دخلته في الاول كله تمام. دي كان شرح بسيط عن الام دي 5 والفول، لو ما شفتش الفيديوهات اللي قبل كده عاوز تعرفهم يعني الفيديوهات موجوده في البلاي ليست تمام. ولو قلت انا حاجه غلط في الفيديو في الكومنتات قول لي، وشكرا.